مدين ومشجع هذا التراث من خلال هذه المقولة الذي قالها وستبقى خالدة في عقولنا وقلوبنا بحفظ الله ورعايته. أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، مستمعين الكرام، ينطلق شوطنا الثالث هنا في مجموع أشواط صباح هذا اليوم من خلال هذه الانطلاقات الجميلة المتميزة لسن اللقاية. وهذا هو شوط أيضا الجعدان، شوط الجعدان المفتوح ينطلق بحفظ الله ورعايته للقاية وجائزة هذا الشوط سيارة. ولكن بالإضافة إلى السيارة هناك رمز جميل، هناك رمز متميز، خنجر ذهبي مقدم من اللجنة العليا المنظمة لهذا المهرجان من خلال هذه الانطلاقات الجميلة، من خلال هذه الرعاية المتميزة. السيارة مقدمة من السيد جاسب بن خليفة المسافري. شكرا يا جاسب، شكرا يا أبو خليفة، شكرا على هذا الدعم الكبير. نسير إلى المقدمة وأرى اللي في المركز الأول نجد لعلي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا في المركز الأول. وهذا الشعار يا ما علقت عليه، يا ما علقت عليه من سنوات ماضية من خلال المشاركة في جميع ميادين دولة الإمارات. ننتقل إلى المركز الثاني، وهناك التدخل من الأسد لعبد الله بن سعيد بن بروك الحميري. المركز الثالث أصبح من نصيب هنا متعب حمد بن عبيد بن شلبود الخيالي. المركز الرابع اللي تدخل صوغان هلال بن حامد بن مصبح النيادي. والمركز الخامس اللي تدخل في هذه اللحظات مرسال للفندي بن سيف بن مبارك المزروعي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى، وأرى أسماء وأرى أيضا شعارات لم تدخل عالم الإذاعة. انتظر المفاجآت العديدة في هذا الشوط الرئيسي، شوط الرمز، شوط الجعدان المفتوح هنا في هذا اليوم، شوط اللقاية الجعدان. هذا هو الشوط الرئيسي الذي خصص من اللجنة العليا المنظمة لهذا المهرجان. نعود إلى المقدمة والعود أحمد الأسد. الأسد خلك أسد يا الأسد، هذا هو الأسد عبد الله بن سعيد بن بروك الحميري في المركز الأول، هو المسيطر على الموقف حتى هذه اللحظات. المركز الثاني أصبح من نصيب صوغان هلال بن حامد بن مصبح النيادي. المركز الثالث التدخل القوي من خوف، خوف والخوف من خوف أيضا المرشح القوي في هذا الشوط، خوف لعلي بن حمد بن عبيد بن جرش الأغبلي في المركز الثالث، يلعب على أرضية ميدانه في هذا اليوم الجميل. المركز الرابع أصبح من نصيب حشيم لسعيد بن محمد بن خالص العامري. المركز الخامس، المركز الخامس أصبح من نصيب نجد لعلي بن محمود بن حبيب الرضا. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه الانطلاقات، من خلال سيري هذه الأشواط الجميلة شوطا تلو الآخر هنا في هذا الميدان الجميل، في هذا الميدان العريق. نعود إلى المقدمة والعود أحمد، العود أحمد إلى المركز الأول. يا سلام يا الأسد، الأسد يا راعي مصيحة، خليك أسد يا الأسد عبد الله بن سعيد بن بروك الحميري في المركز الأول. ولكن يلخطف من قبل صوغان هلال بن حامد بن مصبح النيادي، ضيفنا العزيز من ميدان العين، من مدينة العين. فمرحبا بكل الأخوان الأعزاء. المركز الثالث خوف يا خوف، خوف وقلت لكم وأحذركم عن خوف راعي الإنجازات، خوف وأيضا الخوف من خوف علي بن حمد بن عبيد بن جرش الغفلي، يلعب على أرضية ميدانه ومرشح قوي لانتزاع الخنجر وانتزاع السيارة. هنا ترشيح مبطن على خوف. المركز الرابع، المركز الرابع أصبح من نصيب حشيم سعيد بن محمد بن خالص العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس اللي يتدخل في هذه اللحظات هنا لقصي عبد الهادي بن حمد بن محمد المري. هذه نتيجتنا، هذه النتيجة أيها الأخوة.
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله. هنا 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 نعود إلى المقدمة يا رحم صيحة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول. صوغان 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 لهلال بن حامد بن مصبح النيادي غير النتيجة، ولكن ولكن هنا الملاحقة القوية، الملاحقة القوية من خوف، خوف خوف يخترق حاجز الصوت، يخترق حاجز الصوت. روح خوف، روح خوف، روح عند الألف وخمسمية. الله يا بن جرش، الله يا بن جرش، خلك على هذا المنوال، استمر استمر استمر. أيضا إنجاز قوي لخوف، هذا هو خوف، خوف خوف بدون أي أوامر ينطلق إلى المقدمة. وقلت لكم يوم يبطاري، قلت لكم أن مرشح ترشيح قوي، مرشح ترشيح قوي بين إيل الرمز، بين إيل الخنجر، بين إيل السيارة، هذا هو خوف. خوف تعود ملكية العلي بن حمد بن عبيد بن جرش الغفلي. يا سلام يا سلام يا سلام. من الآن نقول كيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الأخير، نقترب من اللوحة، لوحة الكيلو المتر الأخير. واعتقد السلام وين؟ راشدية فلين محلة، راشدية فلين محلة. الله الله، فرق فرق، روح سرح. طارت الطيور، طارت الطيور، اشتغل الاف 16، اف 16 ما شاء الله تبارك الله، قولوا ما شاء الله تبارك الله. على خوف، خوف يا خوف، خوف خوف يا ابو حمد، شوف شوف يا ابو حمد، شوف شوف، هذا هو خوف علي بن حمد بن عبيد بن جرش الغفلي. وحرك ايضا التحركات السرية هنا لابو حمد، تحركات سرية هنا. خوف خوف، 600 متر 600 متر. اعطيكم نبذة عن خوف، راعي الانجازات، راعي انجازات في قطر وفي الوثبة وفي دبي في المرموم وفي التلة، العديد من السبق ايضا والسبق، يضيف انجاز جديد لانجازاته السابقة، لانجازاته المتميزة من خلال هذا الفوز، من خلال هذا الانجاز. سلام سلام سلام، ارفع ايدك، ارفع ايدك يا بن جرش، ارفع ايدك يا بن جرش. تحية للعلم دولة الامارات، تحية للخنجر، تحية للرمز، الرمز الرمز في اللبسة، يبقى الرمز في ميدان اللبسة، قائدي فيلق ميدان اللبسة، قائدي فيلق ميدان اللبسة، يفوز بالخنجر، يفوز بالسيارة. تهانينا لمالك خوف علي بن حمد بن عبيد بن جرش الغفلي. وسلام سلام يا راشدية فليل محلة، سلام سلام، تهانينا والناموس. هذه لحظات الوصول بدون أي منافس على الإطلاق ومنازع أبدا أبدا أبدا. المركز الثاني، المركز الثاني وصل فيه الأسد عبد الله بن سعيد بن بروك الحميري. المركز الثالث مكلف لمحمد بن أحمد بالكيل العامري. المركز الرابع، المركز الرابع مشغل لسالم بن عبيد بن مبارك الشتبي. المركز الخامس وصل فيه جساس لعبد الله بن حميد بن سيب الحميدان. هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء لهذا الشوط. والخنجر بقت في ميدان اللبسة، الخنجر والرمز المتميز بقى مع خوف، مع خوف. والتوقيت الزمني أيضا من مخرجنا والإعادة لتوقيت خوف اللي أيضا ما كان عليه أي خوف لأن انفرد انفراد كلي عن بقية المراكز. التوقيت الزمني 7 دقائق 40 ثانية وجزئين من الثاني. تهانينا لعلي بن حمد بن عبيد بن جرش الغفلي، وهو أفضل توقيت حتى هذه اللحظات، حتى هذه اللحظة أفضل توقيت حتى هذه اللحظات. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان من نصيب الأسد عبد الله بن سعيد بن بروك الحميري، حيث أنه قطع المسافة في زمن وقدره، 7 دقائق 51 ثانية، 5 من الأجزاء أو 53 ثانية وخمسة من الأجزاء. تهانينا لعبد الله بن سعيد بن بروك الحميري. المركز الثالث وصل فيه مكلف لمحمد بن أحمد بالكيلة العامري، حيث أنه قطع المسافة في زمن وقدره، 7 دقائق 53 ثانية وسبعة من الأجزاء. تهانينا والناموس لجميع الإخوان الفائزين، وتهانينا نكرر التهنية لمالك خوف
علي بن حمد بن عبيد بن جرش الغفلي، والتهنية موصولة لخلفان بن مصبح بن جرش الغفلي وسعادة راشد بن حمد بن جرش الغفلي على هذا الفوز وهذا الإنجاز الكبير.